نعم، خلينا نشوف إذا كان هذا آخر فيديو للمعد. هذا السؤال بيقول لي إذا فكر شون تو نيو كاست ايرون بايب عندي أنبوبين، تو نيو كاست ايرون بايب واحد 6 الأول بوينت 6 قطر للثاني بوينت 4 وطول الاثنين 300، يعني هذا 150 وهذا 150. بيقول لي إذا ارتفاع النقطة A هي 80 درجة 80 متر كيو 0.5 There is a sudden بالسؤال قال لي There is a sudden contraction between pipe 1 and pipe 2، يعني في عندي هون contraction The sharp entrance at pipe 1، يعني عند الأنبوب الأول في عندي هون entrance، يعني ال K نص هي مش فاتة في الأنبوب، هون discharge 1. فبالتالي أنا عندي قد شو المينرال ريسورسز اللي عندي؟ المفروض من رسمة الإنرجي جريد لاين والهيدروليك جريد لاين أعرف أنا المفروض لو كان الأيديال فلو ماشي مستقيم بسبب الهيدلو بسبب ماينر روسز هون، هاي هي انترنس مشيت بسبب الفريكشن، نزل عندي شو بسبب الانت بسبب الكونتراكشن، بعدين بسبب الفريكشن الثاني نزل، بعدين بسبب الديستارج او الاكزيت نزل. هون الفرق زاد بين السرعات بسبب انه بسبب الانرجي جريد لاين، السرعه كبرت القطر خلف السرعه بتزيد. فهسه انا شو بدي احكي اطبق، ايش طالب مني؟ طالب مني ارتفاع النقطة B، يعني انا المفروض شو اعمل؟ اطبق معادلة الحمد لله اطبق معادلة الانرجي ايكويشن. ايش يعني؟ نحكي بي واحد جاما زائد زد اي 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 زائد اي اي ربيع 2 جي اي بامب صفر، يعني تساوي بي طبيعي على جاما زائد زد بي زائد في بي ربيع 2 جي. في توربين عندي؟ لا. في هيدلوس؟ اكيد. ترى 10 صرنا احنا ما. يلا نبلش نشتغل. طيب الاشياء اللي بنعرفها، نقطة عند اي صفر لانه خزان، رحت عيد انه خزان صفر، خزان صفر، خزان صفر، 80 زد بي مجهول. فبالتالي شو بحكي انا؟ 80 ناقص زد بي الترتب الثاني تساوي الهيدلوس. تمام، هذا الفكره اللي عندنا. طيب كيف بدي اجيب الهيدلوس؟ كل شيء بنطلع عنا اي حاله، اي حاله فيهم والله معطيني الكيو، معطيني الكيو الديميتر، معطيك الديميتر، معطيك الكيو، معطيك الديميتر وبده الهيدلوس، يعني هاي الحاله الاولى. تمام يلا، هسه هذول كلهم شطبناهم، شو صار عندي؟ صار عندي بس الهيدلوس. هسه شو بنعمل بالحاله هاي؟ بنفصل الهيدلوس، الهيدلوس بنفصله. شو بنحكي الهيدلوس بشكل عام؟ بنعرف انه الهيدلوس عباره عن اتش فريكشن زائد اتش ماينر. تمام، شو قانون اتش فريكشن؟ قانونه اف في ال على دي في تربيع 2 جي. ننتبه نطبق القانون الثاني بدلالة كيو، مش مهم انا جهتين لازم اطلع السرعة عشان ارون نمبر. ننتبه انبوب عندنا انبوبين، يعني عندي اف في ال على دي في في تربيع 2 جي للاول، اف في ال على دي في في تربيع 2 جي للثاني، يعني بنحكي زائد نسميها اي واحد واي واحد واي واحد واي واحد زائد اف 2 في ال 2 دي 2 في 2 تربيع على 2 جي، لك 3 انابيب بتقول 3 انابيب زائد ايش؟ خلص هذول خلصوا. هسه الاتش ماينر، شو عندي الاتش ماينر؟ عندي اتش ترانس بتقول اتش انترانس، حكينا عندنا اتش كونتراكشن اتش سي اتش اكزيت ديستارج. تمام، هسه شو بعمل؟ انا معي الفيلوسيتي، معي الهاي، بحسب لهذا لحاله رينولد نمبر وفريكشن فاكتور، بحسب لهذا لحاله رينولد نمبر وفريكشن فاكتور. هاي هي عباره عن نص حكينا في في تربيع 2 جي، في في فيهم في واحد، اكيد في واحد. الاتش سي هي كي سي، اتش كم سي كي سي؟ في 2 تربيع 2 جي، معي في 2 كيو على اريا. والاتش اكزيت هي واحد حكينا، في 2 تربيع 2 جي، في 2 معي اياها. فشو المجهول عندي؟ عندي ولا مجهول. طلع الهيدلوس، هاي القيمه كلها بطلعها وبحط هون، شاي هاي 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 هون
لا اخي متزت بي. يلا خلينا نحل، شوف الحالات الدوسيه. المهم اعطيتك الفكره، اعطيني الاي 0.26، فيسكوسيتي 1.36، كيو نص. هذا الشرح اللي انا حكيته، عندي كونتراكشن وانترنس، لازم الامتحان تعرف لحالك. طال الشكل عندي انترنس وبعدين بظهر ماشي، لقيت كونتراكشن صار عندي اكزيت. هم تنتبه للفريكشن لوسس، هون عندي انبوبين قطرهم مختلف، فبالتالي بطلع اف لكل واحده منهم. القانون كله بصير اتش هيد لوسز ميجر زائد ماينر، اف 1 في ال 1 في دي 1 افيون تربيع 2 جي زائد اف 2 ال 2 اي دي 2 في 2 تربيع 2 جي زائد في 1 تربيع 2 جي كي سي في 2 تربيع 2 جي تشارج في 2 تربيع 2 جي. تشارج هي نفس كي اكزيت اللي هي 1، حكينا هي نص. شو بصف عندي الكيسي، الكيسي مشكله في الامتحان راح تكون معك، ما راح تكون معك صعبه. فشو بعمل؟ بطلع الفيلوسيتي الاولى في 1 وهي فيلوسيتي 2. عشان الفريكشن فاكتور بطلع الرولد نمبر الاول طلع معي تيربلنت، والرولد نمبر الثاني برضه طلع تيربلنت. فشو بعمل؟ بجيب الاي على دي الاول، بجيب الاي على دي للثاني. شو بعمل بعدين؟ بروح على المودي دايجرام، خلص رسمه المودي صارت واضحه. بروح على المودي دايجرام بطلع معي الفريكشن الاول 17، الفريكشن الثاني 18، اكزيت قلنا نص، اكزيت الانترانس نص، ستارت واحد، والكي سي هي جيفن، اعتبرها جيفن 2.7. طبق معادلة بيطلع معي الهيد لوس 13.34، بعدين زي ما قلت انا 80 ناقص زد بي 13.34 يعني زد بي تساوي 66.56. المهم تفهم الفكرة. هذا السؤال يعني المشكلة فيه ترى هي الكيسي، الكيسي خلاص انساها انساها ولا تحاول تفكر فيها، هي موضوع او اقول لك اهملها. نرجع نعيد السؤال، طلبوا ارتفاع الخزان، الخزان بجيب انرجي كويشن، ما في بقدرش اجيب ارتفاع خزان غير من انرجي كويشن. انا عندي انا هيت لوس، انا لو هايبرنولي بقول مباشره اذا هذا 80 ما فيش شيء يعني اجباري يكون في عندي هيت لوس، عشان هيك مستحيل تكون هاي 80. لو انه برنولي بيكون ارتفاعه 80، مش برنولي هاي. طبق الهيت لوس، دي انبوبين اثنين فريكشن، الكيو مع الديميتر، فطبق الحاله الاولى. السؤال الثاني راح انا مش حاب اشرحه كفكره. السؤال الثاني فيجر شون تو سكشن اوف كاست ايرون بايب، الاثنين نوعهم كاست ايرون بايب سيريز ذات ترانسفورس ووتر فروم ريزرفار اند ستارج ان ثرو روتري ريفار. فين دي روتري فارف؟ ريفار في هاي الحنفيه ات لوكيشن 100 متر تو ووتر سيرفيس، يعني على مسافه 100 من سطح الخزان نزيد 100 0، هاي معناها the water temperature كذا، وعند سكوير اتش كونكشن ريوز وات از ذا ديستارج. طيب من الرسمه انترنس كونتراكشن كلوز فالف، لاحظ نزل شوي، بعدين عندي ايش ديستارج او اكزيت. شو الكيو؟ بده قيمه كيو، يعني هاي الحاله الثانيه. الحاله الثانيه شو بعمل؟ يعني هسه معنا الفرق الارتفاع، يعني معي الدلتا زد، الضغط هون صفر، هون الضغط صفر، السرعه صفر، السرعه اثنين مجهوله، انا معي الهيد لوس فعليا. طبق المعادلة زد 1 زائد في 1 تربيع 2 جي 3 زائد زد 3 زائد زائد الهيد لوس 1 100 0 3 0 زد 3 0 في 3 معي اتش لوس، عندي اتش فريكشن الاول اتش فريكشن للثاني انترنس وكونتراكشن وفالف ديستارج، بس كانه مش جايب لي سيرة ديستارج، المفروض انه في ديستارج، في ديستارج هيو في نزول. المهم ما جاب لي اياه، خلص انساه ولكنه موجود. المهم فشو المجاهيل عندي؟ والله راح تقول المجاهيل عندك، والله في 1 مجهوله وفي 2 مجهوله واف 1 مجهوله واف 2 مجهوله، كيف بدي اجيبها هاي؟ صعب كثير، صعب كثير. عشان هيك السؤال هاي كي سي سي فرض زي ما بدك 3 3، يعني السؤال كله فرض. شو بعمل؟ بس معي معادله الكونتينيوتي، انا معي الديميتر لكل واحد، معي الديميتر له 40 والديميتر 20، السرعه 4 اضعاف الثانيه ربع الثانيه، هاي 4 اضعاف الثانيه. بس شو صفه؟ خليت كل السؤال ما راح تحله، ما انت لما تدرس السؤال تحله، بس شوف الفكره كيف تتعامل مع كيف تحل الاسئله. في حال راح يجي اسهل من هيك بألف مره، لا تنحبط من هذا السؤال. هذا السؤال طلعت انا كل شيء بدلاله في 1 بعدين قلت او بدلاله في 2 بعدين حكيت في 2 بتساوي كذا على اف زائد اف 2. شو فرضت هسه؟ بقول عندي سؤال زي هيك، فرض انه فولي تيربلنت، فين فولي تيربلنت؟ معي الاي على دي صح؟ الاي على دي الاول وللثاني، بروح بجيب الاف للاول والاف للثاني، تمام؟ فرضت انه فولي تيربنت، كان كيف فولي تيربنت؟ بضل ماشي خط مستقيم، هاي اف 1 وهاي اف 2،
طلعتهم معي هلقت شو عملت؟ وصلتهم بالمعادلة هاي، طلعت السرعة، بعدين برجع بعمل مرة ثانية بفرض، يعني هيو رجعت فرضت كيسي مرة ثانية، طلعت F1 F2 مرة ثانية وحليت. آخر شيء الأجوبة النهائية بتطلع إنه F1.018 F2 كذا. ورن دمبر شايف كل مرة من هل رن دمبر أول ثاني، يعني لما أنت توصل لهاي الخطوة الأفات بتطلع مثل السؤال هذا، رن دمبر 1 رن دمبر 2 تحل. تمام، خلص السؤال. بس هذا السؤال كثير كثير مهم، إذا فهمت بتكون فهمت الدرس بشكل كبير. يلا خلينا نخلص الموضوع هذا. method of equivalent pipe بدي أشرح لك إياه برضه. ننتقل لآخر موضوع بالمادة وهو طريقة توصيل الأنابيب مع بعضها البعض. طبعا كل الأمثلة السابقة كانت الأنابيب موصولة على التوالي. كيف يعني على التوالي؟ يعني طلع هون الأنبوب الثاني الأول وراء مباشرة. هون شو كنا نحكي؟ نحكي الكيول الأول نفس الكيول الثاني. شو نحكي الهيدلوس؟ الهيدلوس الأول زي الهيدلوس الثاني. يعني أنا إذا بدي أحسب الهيدلوس بين نقطة واحد نقطة ثلاث أحكي HF1 زائد HF2، أحكي الكيو نفسها من خلال الكيو، من خلال الكيو شو أحكي؟ A1 V1 تساوي A2 V2. كنا نعمل الكيو A1 V1 تساوي V2 A2 V2. نحكي الهيدلوس واحد زائد هيدلوس اثنين. كنا نحكي هون تغير معي، تغير معي الأسئلة، مش بهذا الدرس لا. هذا الإشي أنا بكون موصله بالسيريز. إن شاء الله عشان الأنبوب قيمة الكيو نفسها مثل هيدلوس هون. فهون أنا بقدر أحكي الكيو الكلية تساوي كيو واحد زائد كيو اثنين، لا كيو واحد بتساوي كيو اثنين بتساوي كيو ثلاث. أما الهيدلوس بيساوي هيدلوس للأول زائد هيدلوس للثاني زائد هيدلوس للثالث، وحاصل جمع الهيدلوسات هاي بنسميها هيدلوس كويفيلنت. كويفيلنت يعني يعني معهم بيساويهم. شو بحكي هسه؟ انا معي كل شيء بدلاله كيو، بطبق الهيدلوس تبع دلاله كيو 8 في اف ايكويفالنت في ال اي ايكويفالنت، يعني الايكويفالنت شو راح يكون حاصل جميعهم؟ كيو تربيع الكيو ثابت للكل، على جي في دي اي قوه 5 في باي تربيع بتساوي للاول زائد الثاني زائد الثالث، كيو مع كيو مع كيو بتطير، 8 مع جي مع باي تربيع بيطيروا، بتطفي معي اخر شيء المعادله هاي اف اي في ال اي على دي قوه 5 بتساوي اف 1 ال 1 هكذا. شو بخصوص اف اي بكون غالبا معطى، دي اي برضه معطى، من خلالهم بقدر احسب ال اي. هذا شيء قصته حل طويل، مش مهم، انا بعطيك الافكار بس المهم الافكار الحل ما صدف انه اجى كثير عليه. اذا كانوا بالبرل، كيف يعني البرل؟ انا كان عندي انبوب فرع لعده انبوب انابيب. بشابتر 5 شو كنا نحكي عنها؟ كنا نحكي عنها الكيو الداخلي تساوي كيو 2 زائد كيو 3 زائد كيو 4. كنا نحكي في شابتر 5 يعني هذول الموصلين في البرر على التوازي. شو الحلو فيهم هذول؟ الحلو فيهم انه الهيدلوس اللي هم متساوي. انا شو بطبق؟ بطبق المعادله برضه، بحكي انه كيو الكيو الايكويفالنت كيو 1 زائد كيو 2 زائد كيو 3 اتش ايكويفالنت الهيدلوس اللي هم متساوي. هون انا طبقت ايش؟ كيو كيو بدلاله الاتش، دلاله الاتش دلاله الاتش. بس يعني هيك هاي احفظ القانون هذا، احفظ القانون هذا في حالة السيريز في حالة البرارل. بيفرقوا عن بعض، بيفرقوا عن بعض انه هذا قلوب الجذر لهذا. يعني هذا اذا انا هذا قلبت، هذا قلبت يعني خليت البط هو مقام، اخذت له الجذر، اخذت له الجذر، بكون هذا الفرق. فانت احفظ واحد الثاني جيبه مباشرة. شو بنعمل هسه؟ بنحل سؤال، اخر سؤال في المادة، بيقول لي هذا السؤال بايب اي بي and pipe CF the figure 23 have a diameter 4 feet. يعني هذا قطره 4 feet هذا قطره 4 feet process with a darcy isbach friction factor. يعني معطيني darcy isbach friction، معطيني الفريكشن فاكتور. في هاي الاسئله بالاغلب بتعطيك الفريكشن، مش راح تحسبها من مودي ديجرام. الفريكشن لهذا 0.02، الفريكشن لهذا 0.02، كل الدسشارج لهم 120، يعني الكيو هاي 120 والكيو هاي 120. بقول لي طول AB 1800 وطول CF 500. بقول لي برانش 1 يعني هذا تفرع، تفرع صار هيك. بقول لي برانش 1 برانش 1 طوله 1800، ديميتر له 3، فريكشن فاكتور 0.18. يعني كل شيء لهم بس حل، بقول لك ما شاء الله حل. برانش 2 طوله 1500، ديميتر له 2، فريكشن فاكتور 0.15. بأوجد التل هيدلوس بين A و F
شو الهيدلوس؟ الهيدلوس بيساوي هيدلوس بين A وال F بيساوي H friction من A ل B زائد H friction من B ل C زائد H friction من C ل F، أو بقدر أحكي H friction من A ل B زائد الفريكشن للبرانش 1 زائد الفريكشن للسي اف، واقدر احكي الفريكشن للاي بي زائد البي سي زائد السي اف. ليش طيب ثلاث احتمالات؟ انه انا بعرف انه البي سي والبي سي من البرانش الثاني يدلس لهم متساوي وبساوي الايكويفالنت لهم، بساوي الايكويفالنت لهم. ايش انا هسه وظيفتي؟ وظيفتي اطلع الهيدلوس هون، لانه هون الهيدلوس سهل اطلعه، انه معي الاف، معك الاف، معك الال، معك ال، معك الكيو، معك الكيو، معك الديميتر، معك الديميتر. شو ظل؟ شو ظل؟ طلعت الهيدلوس هون، طلعت الهيدلوس هون. فكرتك تطلع الهيدلوس هون، كيف بدي اطلعه؟ سهل، طيب نحل مع بعض. طبعا انا هون F equivalent ايش بده يكون؟ ولا F equivalent بده يكون نفسه 0.02 والمتمم لهم. طيب شو الـ equivalent؟ equivalent اللي هو برضه هذا، هذول الاثنين equivalent لهم انبوب استقامة AB واستقامة CF، بالتالي الديميتر نفسه، الفريكشن نفسه، الال مش نفسه، الال انا بطلعها. كيف بطلعها؟ هذا الشريحة حكي لي انبوبين AB و CF لهم كيو بتساوي 20، في بينهم مربوطين على التوازي يعني برلل، كل واحد له كيو مختلفة، بيعطينا كل انبوب خصائصه وقطره للفريكشن فاكتور. تحل السؤال بطرق مختلفة، خلينا نفكر بهذا المبدأ. أولا AB C equivalent، equivalent لمين؟ ل CF. AB BC equivalent و CF بيعمل انبوب على التوالي، بالتالي لو اطبق مبدا السيريز انه احكي HF تساوي HAB زائد HBC زائد HCF، خلها بجيب الهيدلوس 100%. هاي ال HF بتساوي 8 في F في L في Q تربيع الجاذبية، هذا النظام 32 باي في دي قوة 5 في باي تربيع، زائد هذا زائد هذا. شو المشكلة عندي؟ ال B C مش معي، ال L من B ل C مش معي، معي ال L للبرانش الأول ومعين قلل البرانش الثاني. شو بسوي باي الحالة؟ روح على الإكويفلنت بارل، هاي معي هاي 4، معي هاي 0.02، هاي بدي اياها، معي هاي 3 قلها 800 افتبعتها 0.18 ثاني له 1500 فريكشن 2 ديميتر 2 والفريكشن 0.015 اللي هي ها هي بطلع ال اي بتطلع 3310. لاحظ مش حاصل جمعهم 3310 بتفرق معك. شو بعمل؟ بطلع ال اتش فريكشن بطلع معي 6.78. هسه شو بعمل؟ هذا طلعت ايش؟ انا طلعت التوتال هيد لوس. الفرع الثاني طالب مني الديسشارج الاول وللثاني. شو بسوي بالحاله؟ بطبقها بحكي انه والله الكيو بتساوي كيو 1 زائد كيو 2، كيو 1 120 والكيو 2 120، كيو 1 بدي اياها وكيو 2 بدي اياها. كيف بجيبها؟ عمل H equivalent، مهم ببرر الأول بساوي الثاني. قانون هيدلوس، قانون هيدلوس، قانون هيدلوس، طلع حل مرة مربع هذا مع المرة المربع هذا مع المربع هذا قيمة Q1، حل مرة المربع هذا المربع هذا بطلع قيمة Q2، أو خلاص كانوا طلعت Q1 بطلع قيمة Q2. هيك بخلص المادة. قبل ما ننهي الفيديو بس بشكل بسيط واللي هي الكوفيلنت بايب، انت ما بتطبق اذا عندك شفت سيريز بتطبق الكيو متساوي الهيدلوس جمع، شفت عندك بارل انه الكيو جمع الهيدلوس متساوي. هذا اللي انا عملته هون، انا طلعت توتال هيدلوس، حكيت عندي والله هذول الثلاث سيريز 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 وهذول الاثنين مع بعض سيريز، هيهم كل مشكلة صفت عندي مجهول، طلعت مش صعبة. بس طلب مني الكيو لهذول، شو بعمل؟ بطب بس باخذ هذول لحال الاثنين اساسهم برارل فيهم كيو جمع هيدلوس متساوي، بقوا حل السؤال. انتهت الماده، يعطيكم الف عافيه.